نروح دلوقتي مشاهدينا الموضوع لحقيقة شغلنا كلنا من سنين يعني وحواليه تساؤلات كتير ومحدش عارف الإجابة الصحيحة. من المعروف أن العديد من تطبيقات الهواتف الذكية اللي بنستخدمها تجمع الكثير من البيانات بشكل مستمر، وبتقوم الشركات القائمة عليها ببيع البيانات دي لشركات الإعلانات، وده السبب لرؤية الكثير من الإعلانات حول منتج معين فقط لمجرد ذكر المنتج بشكل عابر ولو لمرة واحدة. وبحسب صحيفة دالي ميل البريطانية، قال المدافع عن خصوصية البيانات جايل دوفيل أنه من الممكن تغيير إعدادات الهاتف لتفادي الأمر ده، وقال أن خصوصية البيانات والإعلانات الشخصية بتساهم بشكل مباشر في زيادة الوقت اللي بتقضيه عبر الإنترنت والشراء الاندفاعي وحتى تفاقم مشاكل الصحة العقلية. ووجدت الأبحاث اللي أجرتها تيسو في عام 2022 أن 79% من الأشخاص كانوا قلقين بشأن استخدام شركات التكنولوجيا عبر الإنترنت لبياناتهم، وأشار 65% بعدم الارتياح لمشاركة بياناتهم. وللمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الزوم المهندس أحمد طارق خبير المعلومات. مهندس أحمد صباح الخير على حضرتك. صباح النور على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. صباح الخير عليك. وعايزين نفهم الناس كده ايه الموضوع بتاع اختراق البيانات ده من اوله لاخره ومعلومات الصحيحه، لان طبعا احنا على طول ماسكين الموبايل على طول نقول ايه ده، هو في حد سمعنا؟ ايه ده انا قلت مثلا كلمه ليها علاقه بلبس بموبايل، بقى عايزه اشتري اي حاجه بلاقي اعلاناتها بشكل مبالغ فيه على مواقع مختلفه في الموبايل. عايزين نفهم الناس ايه الموضوع. طيب الحقيقه قبل اي موضوع او قبل اي ترند بيحصل دايما بيصاحبه مشاكل اختراق. يعني مثلا لو في تحديث للواتساب هيجي والناس سمعت عنه، يقوم المخترقين عاملين تطبيقات بديله من خارج المتجر اللي موجود تبع جهازكم وبينزلوا لكم نسخه متهكره، يعني واتساب مثلا معدل زي الواتساب الذهبي او غيره. وبالتالي بعد ما ينزل على موبايلك بيكون سمعك 24 ساعه وشايفك 24 ساعه، وفي نفس الوقت بيكون مراقب كل مسجاتك او رسائلك. ده من ناحيه تطبيقات المحادثه. الكلام ده بيتطبق على الالعاب، بيتطبق على جميع التطبيقات اللي بتاخد برميشنز او اذونات بين التطبيق والموبايل. عشان نوضح للساده المشاهدين يعني ايه اذونات، انت في خطر كبير جدا وانت قاعد دلوقتي بتتفرج عليا والاذونات بتاعتك كلها مفتوحه، والدليل ان بياناتك مسموعه 100%، صوتك مسموع 100%. زي مثلا واحنا قاعدين دلوقتي مع حضرتك، الفيسبوك مجرد ما تقولي اسم منتج هو اللوغاريتمات او الكلمات المفتاحيه اللي موجوده بتتحلل مع الصوت، وفي نفس الوقت بيتم استدراج البيانات دي كلها لحضرتك من ناحيه الشركات المعلنه على الابلكيشنز دي كلها. فبالتالي احنا لازم ناخد بالنا من الاذونات اللي موجوده في الموبايل. الاذونات اللي موجوده في الموبايل انا بطلب من الساده المشاهدين تعمل خطوات معايا عشان تتاكد من الاذونات اذا هي مفتوحه او لا. هتمسكوا الموبايل بتاعكم وتخشوا على الاعدادات لاجهزه الاندرويد، هتخشوا على الاعدادات الرئيسيه او السيتنجز، وبعد كده هتخشوا على البرميشنز او الاذونات، او هتخشوا على التطبيقات بشكل عام وهتشوفوا الاذونات المتاخده بين الجهاز وبين التطبيق ايه. هتلاقوا المايك والجهاز بيكتب لكم تحت انه المايك ممكن يكون مفتوح 24 ساعه في اي وقت. هتلاقوا الفيديوهات وغيره. ولكن في بعض الالعاب والتطبيقات اتحذفت من المتجر، يمكن اكتر من 200,000 لعبه وتطبيق كيبورد وقران اسلامي. احنا بنتكلم برضو على تطبيقات عامه بتستهدف فئات كثيره من الناس، من ضمنها التطبيقات الاسلاميه اللي الناس بتعملها، بتستغل مشاعر الناس فبالتالي بتنزل على موبايلاتها وبتاخد اذن للكاميرا. يعني تطبيق قران ياخد اذن للكاميرا ليه؟ يعمل ايه؟ فبالتالي الناس تاخد بالها من التطبيقات اللي اتحذفت من المتجر. طب ازاي نعرف ده برضو على موبايلاتنا؟ احنا هننزل ابلكيشن كبير بيكشف على التطبيقات اللي موجوده. الابلكيشن ده وظيفته ان هو بيعمل اسكان كامل لجميع الجهاز وبيشوف لك التطبيقات اللي واخده اذونات او لا. انا مش هقول اسم الابلكيشن ولكن وصفه هو بيرميشن بلوك او مايك بلوك او كام بلوك، ده الوصف بتاعه اللي تقدر تجيب بيه التطبيق. ولكن في حاجه مهمه جدا برضو عايز اقولها للساده المشاهدين. انتوا لما تخشوا على المتجر الرئيسي بتاعكم سواء اندرويد او اي او اس، احنا القصيده دي هنتكلم فيها تحديدا في الاندرويد. هندخل على الجوجل بلاي بروتكت، دي شركه جوجل عامله بروتكت للجوجل بلاي انه اي حاجه تنزل بره المتجر الرئيسي هيحذرك منها. ولو مثبت الواتساب الذهبي او تطبيقات الفيسبوك العموميه اللي هي مثلا بتغير لك الوان الشاشه او التطبيقات الخارجيه اللي موجوده دي، بتنتهك خصوصيه بياناتك بشكل كامل جدا.
في برضو نقطة مهمة يا أستاذة لازم الناس برضو تعرفها، إنه الفيسبوك دلوقتي بقى منتشر عليه ألعاب كتيرة جدا، بالظبط، زي مثلا اعرف الشعب شكلك بعد مثلا 60 ده عام كارثة مهندس أحمد، يعني ده كارثة فعلا. صح. كل يوم بنشوف أسئلة في هيئة كده لعبة، مين أنت شبه صح. مين من نجمات، شبه مين من نجوم، فالناس صح. طبعا عايزة تخش يعني استكشاف كده، أنا شبه مين أو أنا شكلي يدي كام سنة. صح، هي الفكره كلها الفضول اكبر عامل رئيسي ان يضيع بياناتك كلها، وخصوصا في ترندات الذكاء الاصطناعي. ولكن احنا لو خدنا الاي بي ايز او التطبيقات الثلاثيه اللي هي مشتركه مع الفيسبوك، التطبيقات دي بتاخد حاجه اسمها الاكسس توكن من حسابك، وبالتالي بعد ما تعمل اشتراك فيها وتعرف شكلك بعد 60 سنه ايه اللي بيحصل. انت فرحت بالصوره وفرحت وشيرت بين زملائك وزملائك بيدخلوا، ولكن الاكسس توكن بتاع حسابك متاخد. يعني فجأة هتصحى من النوم هتلاقي الأكاونت بتاعك عامل إعجاب أو لايك أو فولو على صفحة أنت مش عامل لها إعجاب قبل كده. فجأة لقيتك مشاير مثلا حاجة أنت ما عملتلهاش شير قبل كده. فجأة لقيتك ضايف حد أنت ما ضفتوش قبل كده. فبالتالي الأكسس توكن ده هو بيحرك حسابك وممكن يدخلك في متاهات أنت في غنى عنها تماما. إزاي نعرف إن حسابنا متاخد منه الأكسس توكن أو لأ، أو مشترك في الألعاب دي أو لأ، أو نلغي الألعاب كلها؟ هندخل على إعدادات الحساب نفسها من الفيسبوك أو أيا كان إيه، وبعد إعدادات الحساب هندخل على apps and website، أيوة. التطبيقات والمواقع، وبعد كده هتلاقوا كمية ألعاب ومواقع أنتم مشتركين فيها من سنين عمالة تتتبع بياناتكم وتتتبع تحركاتكم ومين لإلى، لازم توقفوها عند حدها. بشكر حضرتك مهندس أحمد طارق. شكرا. خبير أمن المعلومات على المعلومات دي، الحقيقة الناس كلها لازم تتبعها وأولهم أنا يعني، فبشكر حضرتك جدا.